أصحاب الجلالة والسمو، أود أن أؤكد على منه لي جميعا الاهتمام بالبالغ والمعاجل القضايا المتنوعة العربية والإسلامية، في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والذي في سوريا وفي ليبيا، كما نؤكد حرصنا على أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار. وفي اليمن إننا حريصون على إيجاد حل الأزمة وفقا للمبادرة نتائج الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ونأمل أن تسفر المباحثات في دولة الكويت الشقيقة أن تقدم إيجابي بهذا الشأن، وسيكون لقاءنا هذا بإذن الله تعالى موحدا لمواقفنا ومعززا لعلاقاتنا وداعما لها، وسينقلها إلى مجالات أرحب في خدمة المصالح لبلدينا وشعوبنا.